ايه اللي حلو ان عيل صايع زي ده يشتم سعادتك؟ عشان انفخه. بعدين طالما الاتنين اتخانقوا يبقى في مدخل ندخل لهم منه. حلو سعادتك، بس دي تتعمل ازاي يعني؟ مشغلش انت دماغك، خليك انت ورا صلاح، ولما اعرف هعمل ايه هقول لكم. بطل زن بقى، أجل أي كلام في الشغل لحد ما يجي المكتب. أيوه يا عم، اديني فرصة بس أسلم على الأولاد قبل ما يسافروا. طيب سلام، مع السلامة. بقى بذمتك شكلنا كده ما شجعكش إن أنت تيجي معانا؟ والله كان نفسي حبيبتي، بس عندي شغل كتير جدا. أنتوا روحوا استمتعوا بيومكم عادي جدا، وأنا هحاول أخطف يوم وأجي لكم. مش هيحصل طبعا، هي دي أول مرة. إيه ده إيه ده؟ إيه اللي مضى دي؟ ايه اللي مضى دي؟ على فكره وانا في سنك ما كنتش في لمطتك دي، انا كنت زي الناس. ما صح يا ست اللواء؟ قول له انك كنت زي الناس. ما ايه وانا صغير بس دي يا بابا؟ ما انت لسه صغير اهو. وبعدين يا بابا يا حبيب قلبي، انت نسمه وانت صغير وانت كبير. واو شفت ربنا رزقني بايه؟ بنت نصابه وولد لمد. دي مش جيناتنا، لا جيناتك ولا جيناتي، دي جينات غير. كده قلت يا فاطمه خدي بالك من سياده اللواء، قعدي اكتر وقت ممكن قدام الميه. انا عارف انك بتحب البحر من زمان، من ايام الافق. ها عينيا يا صلاح بيه، مش عايز مننا حاجه قبل ما نسافر حضرتك؟ لا يلا عشان تلحقوا تستمتعوا بيومكم، وانا هلحق اروح الشغل. يلا جرايا يا جماعه، ما تصلوا بينا على النبي. انتوا هتخلوا الحته عايز زي ده يوقع بينا ولا ايه؟ قول لهم والنبي يا متر، انت كمان اللي كان تتكلم، مش ده جلبك ابو زي الاخص؟ لطفي عنده حق يا متر، موضوع كده هيبهوأ مننا ومش هنعرف ننام. جرايا يا حمام بيه، هو في حاجة في مصر ما بتتلمش؟ ده انت سيدي اللي عارفين، بس برضه لازم نلم الموضوع بدري بدري. قلت يا زناتي اللي تشوفه يا متر، وانا من امبارح مش ساكت عمال ادور لها على حل. بعد ما دورت عملت ايه يا برم؟ محلول يا حاج، بس لا مؤاخذة هتصرف شوية. لا انت بتحلم، انا مش هصرف اكتر من كده. ومين جاب سيرت اكتر من كده بس يا حاج؟ انت مش تصرف ولا مليم زيادة. انا لا مؤاخذه متفق على 1,000,000 جنيه، وصلني 100,000، كملهم لي نص، والنص التاني لما اجيب لك الخبر اللي يطمن قلبك. ويعني هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ سكه ابو زيد كلها مسالك يا باشا، وانا عايز زي تايسون ده اعرف اسكته ازاي. قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله. تمام يا حوده، وقف مراقبه صلاح الطوخ، انا عرفت اللي انا عايز اعرفه. عرفت ايه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجه؟ ايه هيك، ما قلت لك عرفت اللي انا عايز اعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك، انا في مشوار لازم اعمله، مشوار مش سهل، محتاجكم فيه معايا. ولا يهمك يا باشا، احنا معاك في اي حاجه. رقبتي يا سليم بيه، بس لا مؤاخذه سعادتك يعني المشوار ده فين؟ وديني الغرزه اللي بيقعد فيها حماده تايسة. في مكان عوده دكان التانيه سعادتك اللي هناك دي، تاني واحده. اه واحنا نعرف ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. طيب سعادتك، هو لازم ان يجي لوحده يقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده يظبط دماغه؟ بعدين الصبيان بتوعه بيجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا، يجوا بقى بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا اسطى حوده، احنا مش راسين مصايب، كفايه المصيبه اللي احنا جايين نعملها. بس يا عم انت بقى، بس عايزين نلحق ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا انت ايه اللي مخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. ستين نيلة يا نهار اسود. انا لله وانا اليه راجعون، الواد مات ما لحقناهوش باشا، عشان خاطر لازم نمشي بيه، الحوار كله عوا. يلا استنى يا حوده، لا حول ولا قوه الا بالله. سيبني باشا عشان خاطري، بقول لك اصبر يا حوده، العيال على الجني دلوقتي، ممكن حد من الصبيان دلوقتي لو فتح الباب اروح في ست دقايق. انا لله وانا اليه راجعون باشا، عشان خاطري بقول لك اسكين باشا، عشان خاطري اصبر يا حوده. طب نمشي من هنا دلوقتي باشا، افهمني كويس، حد من الصبيان ممكن. عيب على دقنك.
اسمك انا هذا حمى. الو يا وليد، امتى حصل الكلام ده؟ المكان ده فين؟ طيب انا جاي حالا. السلام. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء. هو احنا ناقصين مساويب يا رب؟ ما تهدى شويه يا ابو خليل يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى اللي حصل حصل. مشكلة دلوقتي في الخيط اللي كنا ماشيين وراه اتقطع كده، نبدا من اول وجديد تاني. يا دي الخيوط اللي احنا عمالين نمشي وراها يا سليم بيه. يا باشا انت مستهون بالموضوع كده ليه؟ دي جنايه بقى. يا رب يا رب يوم ما نوصل للواد اللي هنعرف منه حاجه ونقرره قوم يموت. ده ايه الحظ المنيل ده؟ ده مش حظ يا ابراهيم، تايسون مات عشان كان لازم يخلصوا منه، عشان بقى خطر عليهم. دول سعادتك هم اللي موتوه. هم يا حود اللي موتوه. اديني لبست مصيبه تانيه كمان. احد الله يسلم بيه. باذنك يا رب كل عقده وليها حل. ربنا يسترها. طب هنعمل ايه دلوقت؟ مفيش قدامي غير حل واحد كنت مأجله. في مشوار تاني لازم اعمله ضروري. مشوار؟ مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ متخافش يا ابراهيم، المشوار ده اعمله لوحدي. كفايه عليكم انتوا الاتنين مشاكل لحد كده. اسمعني يا سليم بيه، لا مؤاخذه يعني انا وابراهيم رجالتك ومعاك على الموت كمان، بس لا مؤاخذه يعني لازم تكن شويه. مفيش وقت نكن يا حوده، خلاص زمان دايره الاسم مقلوبه. هتشوفوا ساعتها. انت متاكد ان سليم الانصاري هو اللي عمل كده؟ يا باشا اهدى اهدى وركز بس، ولا تحب اجيب لك صوره عشان تتاكد؟ لا يا باشا، انا عارف شكله، ومن ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟ بص انا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش، عشان انت لو كذبت عليا انا هاذيك. احكي لك. لا 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 لا، لا مؤاخذه سليم بيه، لا مؤاخذه يعني في الكلمه دي، الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. وانا عارف انه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. ما عشان جنان بقى ما حدش يتخيل انا ممكن اعمل كده. انت هتستنى هنا، وانت حوده هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو اتاخرت يبقى الحكايه عكت فوق دماغي، ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ يعني تمشي وتسيبني. احنا كده يا طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضيه، والقضيه كده كده بتاعتكم. بس يا ريت لو حصل اي جديد شاركني وبكلمني. طبعا يا باشا تحت امرك. قول لي يا طارق، هو سليم خدم معاك قبل كده؟ طبعا يا باشا، انا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وايه رايك فيه؟ والله يا باشا انا اتغشيت فيه زي ناس كتير. انا بصراحه ما توقعتش ابدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟ يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات، وبرضه الادله اللي عندي بتقول ان هو اللي قتل تايسون. احنا بنشتغل بادله وبس. جدع فعلا. سامع وليد؟ انا هروح البيت اريح ساعتين كده عشان مجهد قوي، بس يا ريت لو في جديد. اكيد يا باشا طبعا. حسابك تقيل معايا قوي يا سليم. يلا سلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر، والعزة والجلال لرب العالمين. يا رب يا رب استرها علينا بحق ده الأذان، يا رب استرها علينا وفك كربنا. أنت اللي قادر تشيل الظلم عن المظلومين، استرها معانا يا رب. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.